إذن من هولندا إلى مكة المكرمة طريق طويل، وقد يكون أطول أيضا إذا ما استخدمتم دراجة، ولكن ليست أي دراجة بل هي دراجة خشبية. لماذا وما هي الرسالة التي يودون تقديمها؟ هذا ما سنعرفه من خلال ضيفنا الذي ينضم إلينا من هولندا، رودي صاحب أو مسؤول صفحة على فيسبوك تعنى بحقوق البيئة وغير ذلك. أهلا وسهلا بك رودي في هاشتاج على الجزيرة مباشر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. رودي، قبل أن نتحدث عن المغامرة التي قمتم بها من هولندا إلى مكة المكرمة عبر دراجة خشبية، لو تعرفنا عن نفسك وعن الفريق الذي تقومون من خلاله بهذه الرحلات. نعم بالتأكيد، أنا وصديقي محمد ودوحة انطلقنا على متن دراجة هوائية من خشبية إلى مكة، وطبعا كان لدينا رسالة وبعض المواضيع التي كنا نود أن نركز عليها في هذه الرحلة، وخصوصا فيما يتعلق بتواصل البشر بعضهم مع بعض، وكذلك تحقيق الاستدامة باعتبارها جزءا من عقيدتنا وديننا الإسلامي. طيب، الرحلة التي قطعتموها من هولندا إلى مكة المكرمة كيف كانت؟ ما هي أبرز الرحلات أو ما هي أبرز المقاطع والمحطات التي وقفتم عندها في هذه الرحلة الطويلة جدا؟ كم استغرقت من الوقت أيضا؟ في كل يوم كنا نقطع حوالي 20 كيلومترا إلى المحطة التالية، وكنا نحاول أن نستريح ونستجم ونلتقي بالأناس الذين كانوا يوفرون لنا فرصة الذهاب إلى منازلهم، والتقينا بأناس مذهلين في كل الأماكن والقرى والبلدات التي مررنا بها. واستغرقت الرحلة حوالي شهرين من أمستردام إلى مكة. طيب رودي، لماذا اخترتم أن تقطعوا هذه الرحلة بالدراجات، ولماذا أيضا بالدراجات الخشبية على وجه التحديد؟ بالنسبة إلي شخصيا، قبل عامين ذهبت إلى مكة لأداء مناسك العمرة، ولكنني شعرت بأنني فقدت شيئا وهو الجهد البدني والذهني للذهاب في مثل هذه الرحلة والتي كان يواجهها آباؤنا وأجدادنا في الماضي. شعرت بأنني في نزهة، وبالتالي كنت مصرا على أن أذهب برحلة طويلة، ووقفت على جبل النور ودعوت الله سبحانه وتعالى بأن يعيدني إلى مكة بطريقة أحدث فيها فرقا، ويكون لرحلتي آثر دائم علي شخصيا وعلى المحيطين بي. وبالتأكيد هذا كما ذكرت كنت أدعو إلى ما يسمى بالتبني أن تكون هذه الرحلة صديقة للبيئة، وهذا سبب اختياري للدراجة الخشبية. طيب رودي، أنتم أيضا كانت لكم تجربة في جبل النور، أقمتم بعض النشاطات هناك، لو تحدثنا أيضا عنها كما ذكرتم على صفحتكم. طبعا نحن تفاجأنا بالفضلات والنفايات البلاستيكية، ونحن لم نتوقع ذلك، لأن هذا المكان الذي انبثق منه نور الإسلام، وبالتالي ساءنا الأمر وقررنا أن نقوم بشيء حيالة، وبدأنا حملة شارك فيها عديدون، وكنا نهدف إلى تنظيف المكان من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ولكن لم نستطع سوى تنظيف قسم صغير، وكنا نهدف إلى نشر مزيد من الوعي لدى الناس، ونعمل إن شاء الله أن نحقق غايتنا ومقصدنا في المستقبل، وأن نعزز ونكثف الجهود في هذا الصدد. إذا وصلت هذه الفكرة، شكرا جزيلا لك رودي مسؤول فريق دين ترافلرز. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير، أو على الأقل وعيا يزداد، بهاشتاج. إلى اللقاء.